انطلقت اليوم ولمدة أسبوع مبادرة الانضباط أسلوب حياة، والتي تنظمها وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم، ويشارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني. تهدف المبادرة إلى تحقيق الانضباط بالشارع المصري في جميع المجالات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين اليومية ومواجهة كل أشكال مخالفة القانون، كما تهدف إلى التوعية المرورية لدى المواطنين وأهمية التزام كل فرد بأحكام ولوائح قانون المرور، إضافة إلى مواجهة بعض المظاهر السلبية بالشارع المصري ومن أبرزها الإشغالات والباعة الجائلون، إلى جانب توعية المواطن بأهمية تحقيق الانضباط داخل محطات مترو الأنفاق.